هو في حاجة جديدة حصلت؟ اتقدم لي عرض الليلة وقررت اقبله. انا هسلم الحاجات اللي شالها انكر عبد المنصف في دولابي لاصحابها. تاني كده يا جيمي عشان استوعب بس. انت سمعتني كويس قوي يا ايمن، قلت هسلم الملف وديسك الكمبيوتر اللي مخبيهم لباباك لاصحابهم. ومين اصحابهم دول يا جمال؟ سيف جروب، المجموعة اللي شركتنا كانت مرتبطة معاهم بعقود وتخليصات وتسهيلات، وخدت من الباطن جزء من تجارتهم بره وجوه. الناس دول هم اللي ممكن يتأذوا وينضربوا في السوق لو انكشفت تعاملاتهم المتسجلة بتفاصيلها على الديسك وفي المراسلات والعقود اللي بيننا وبينهم. وانت تحميهم ليه يا جيم؟ استنى يا أيمن. ها يا جمال، في مقابل ايه بقى؟ في مقابل الأمان يا ماما، والشغل بمرتب 60,000 جنيه في السنة وسنة مدفوع مقدم. جميل، والقضية؟ عادي، هشهد يعني، هبقى شاهد ملك واخرج. وشهادتك دي ما هياش من ضمن العرض اللي اتقدم لك؟ مش تعتبر برضو خطر عليهم؟ أنا شهدت في القضية هتتركز على المخالفات اللي عملها عبد المنصف فيه وشريكه طارق وأنا جزئيا وبعض الموظفين اللي عندنا وعندهم، وهم كمان ما عندهمش مانع يقدموا رجالتهم دول للعدالة ويسووا المسألة مع أسرهم. يعني تعمل صفقة مع المجرمين الكبار وتشيلوها للصغيرين؟ الحكاية ما فيهاش إجرام وكلام التخين ده. عم أيمن اعقل. اعقل ازاي يا جيمي؟ أمال فين ال استنى يا أيمن، مفيش داعي للنقاش. جمال مش صغير وهو عارف بيعمل ايه. بالظبط يا ماما، وصدقني يا أيمن في حاجات كتير قوي مفهومة غلط، وأنا عايز أنقل لكم وجهة نظر الناس دول بس بعد ما أتعشى. أنا مت من الجوع يا ست الكل. حاضر. صفية، عديته جنبي وشفته، ندحت ما سمعتنيش. خبر ازاي؟ متغاظة حتة غيظة. ازيك يا عبد؟ ازيك يا علا؟ متغاظة ليه بقى؟ ركبت مع حتة تكساج نادلة ندالة، مرضيش يدخل بيا الباب، نزلني في شارع الفلك. انت فين يا علا؟ ماما مستنياكي على نار هي وضيفتها. ضيفتها مين دي علاء؟ لما تطلعي هتعرفي عشان انا مستعجل. يلا. ايه ده، استنى، تعالى هنا، مستعجل رايح على فين؟ ورايا رياضة في أرض حناوي. يلا كده؟ طيب لما ترجع وامسكك. بس مش هكلمك تاني. ليه يا حبيبتي؟ عشان انا خرجت وسبتك لوحدك؟ ايوه. خلاص انا مش هعمل كده تاني، اوعي تزعلي مني. عارف يا ايمن، عالم المال والاقتصاد والتجاره عامل زي السيرك، عايز بهلوان عشان يقدر يحفظ توازنه في كل لحظه. عايز بهلوان؟ ادي قلتها. معلش قطعتكم، بابا عامل ايه يا ايمن؟ كويس. تعرف يا جمال؟ عبلة، عبلة، بتسأل أيمن على باباها؟ رد عليها رد ناشف قوي. أبدا والله يا خالتي، أنا رديت عليها عادي، وبعدين مش مطلوب مني إن أنا أخدها بالحضن كل ما أشوفها. بعدين أنا كنت مشغول بتكلم مع جمال. انت عارف كويس قوي الحاله النفسيه اللي هي فيها، مخليها حساسه من اقل الاشياء. غدا رحلة، لو سمحت يا ايمن تيجي معايا. على فين يا خالتي؟ الدنيا ليلت وانا عايزه اروح اطمن على مامتك. هو انت عايزه تطمني على امي فعلا ولا في حاجه تانية؟ انت ذكي قوي يا ايمن. متشكر قوي يا خالتي. الحقيقه أنا عايزة أطمن على مجيدة، لأن النهاردة الصبح ما عجبتنيش، وفي نفس الوقت في موضوعين مهمين عايزة أفتحه مع بابا مش مع مامتك. بس ده بابا بيسهر في المحل و الوقت لسه بدري. أنت عايزة تعدي عليه في المحل؟ لا أبدا، أنا هقعد مع ماما لغاية ما بابا يرجع. وأنت تنورينا يا خالتي. يلا بينا. اتفضلي. استاذ
جمال. ايوه يا دادا. اعمل لك قهوه وادخلها لك اوضتك؟ مش معنى اوضتي يعني؟ اصل الدنيا بردت وخايفه عليك وانت لسه خارج من الحمام. احنا لسه في اول الليل. تعرف انا هعمل ايه؟ ايه؟ هنزل اشرب القهوه تحت. سلام. استاذ جمال. ايوه يا دادا. هتنزل بالبيجامه؟ ها؟ يا خبر، عندك حق. انا مش عارف ايه اللي جرالي الليله. ما فيهاش حاجه يا ابني، جل من لا يسهو. لا يا دادا، مش مساله سهو بس. تعرفي يا دادا؟ نعم. ايه؟ انا مش هنزل. هاتيلي القهوه على الاوضه بتاعتي. الو، انا صفيه سعاده البيه. الليله الاستاذ جمال قال لمامته وابن خالته ان هيرجع الحاجه اللي مخبيها لاصحابه. ايه اللي مالى دماغك بالوش ده كله؟ ازاي تقول كلام من براك وبعدين لما تفكر فيه تكره نفسك؟ ما تبصليش قوي كده، انا مش هخاف منك. ايه ده؟ انا بخرف؟ يكونش اتجننت؟ طب وليه لا؟ هو جنون ايه؟ غير رفض الواقع انسان مش منسجم مع حياته. هلا ماما، انا راجعه هلكانه من الشقه طول النهار وما فيهاش مخ ولا حيل اقعد مع حد ولا اتساير مع حد. وبعدين الست ام فكري طبت فجاه من غير مواعيد ولا حاجه. يا سلام، هما من امتى الجيران في الباب اللي بيدوا لبعض مواعيد؟ وبعدين نهايته اقول لها ايه؟ قولي لها ان انا رجعت من الشغل تعبانه ومصدعه ودخلني دور انفلونزا، خدت اسبرينتين ونمت. اقول لها ايه في الموضوع اللي هي جايه لك علشانه؟ هقول لها انا يا ماما. شوفي لي بختي انا كمان والنبي يا بنتي. ازاي بس يا عبير يا بنتي وانتي ما شربتيش قهوه؟ يعني لو قمت دلوقتي وعملت لنفسي فنجان قهوه اجي لك وتشوفي لي البخت؟ قوي قوي. بس اللي في سنك بقى ما لهمش شرب قهوه. ليه يعني؟ في منع قانوني او سياسي او ديني؟ وجاتك ايه يا عبير؟ مساء الخير يا طنط. اهلا اهلا يا عولة. مساء النور والسعاده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حمود قلبي؟ ازيك يا ست العرايس؟ عبير، روحي خرطي الجزر بتاع المربى. اتمشى يعني. حاضر، هخرط الجزر اللي احنا ما جبناهوش للمربى اللي ما بنحبهاش اصلا. اتفضلي استريحي يا طنط. يريح قلبك يا بنتي ويبخت لك يا عولة يا رب. طنط، في كلمة شايعة بيقولوها اليومين دول معناها مفيش داعي للف والدوران، بيقولوا هات من الآخر. أيوه يا بنتي بسمعها. علا، طنط أم فكري جاية. معلش يا ماما، أنا عارفة كويس أوي طنط بديعة جايالي. أنا بس مش عايزة أتعبها في مقدمات وعايزة أوفر عليها وعلينا الوقت. عداكي العيب يا بنتي. هاتي من الآخر يا علا. هو سؤال واحد عايزة أسأله لك وتردي عليه. اسألي يا علا. ينفع تتجوزي واحد إيدك طولت عليه وضربتيه؟ لا يا بنتي ما ينفعش. انا الكلام ده قلته له بس هو مصمم يا بنتي، عايز يثبت لك انه لسه بيحبك وعايزك ولازم يتقدم لك علشان يقطع عرق ويسيح دم. وديني اهو قطعت لك العرق بس من غير اي دم يا طنط. طنط المساله مش مستاهله. فكري لما هيشاور هيلاقي بنات كتير قوي احسن مني. كتر خيرك يا بنتي واوعدك من هنا ورايح لا هيضايقك ولا يتعرض لك. طب مستعجلة ليه؟ معلش. أبلة علا، في واحد على التليفون بيقولك شغلي الأغنية اللي كانت دايرة دلوقتي. أنا بتكلم من شقتنا طبعا.
بقول لك ايه؟ لو طلعت البلكونه بتاعتكم دلوقتي هيبقى بينا 3 متر مش اكتر. انا مستنيكي. ايوه يا جمال. تصوري انا حاسس دلوقتي انك معايا. شور، انت صحيح حابب تسمع فيروز؟ حابب نسمعها سوا. طب كانت بتغني بتقول ايه؟ يا قلبي لا تتعب قلبك. كفايه كده. الحل لو عايز اشوفك واتكلم معاكي بسيطه، تقدر توصلني الاوردر بتاعي زي المره اللي فاتت. لا انا بتكلم دلوقتي الليله. الليله؟ مش معقول طبعا. انا عارف ان هو طلب مش معقول، بس بصراحه كده انا لا بفكر لا في المعقول ولا المنطقي ولا الطبيعي. انا ما بفكرش خالص ولا عايز افكر. مالك انت تعبان قوي؟ حاسس بايه؟ لا مفيش اي حاجه جسمانيا. انا حصل ايه جديد بعد ما كنا مع بعض الصبح؟ لما اشوفك هحكي لك على كل حاجه. اللي انت بتعمليه ده غلط وما يصحش. معلش يا ماما، انا مش صغيره وعارفه كويس انا بعمل ايه. وبعدين ما تخلينيش هندم على صدقي معاكي يا ماما. انا كان ممكن اجي واقول لك ان هم طالبيني في اوردر وعايزين ينزل حالا. لا ما تبقيش علا اللي انا مربيها وعارفاها اذا كدبتي عليا. بالظبط، خليني بقى افضل علا اللي انت حافظاها وما تخلينيش اكدب عليكي وبطلي تعملي معايا كده. هو في ايه يا جماعه؟ ما تشركونا معاك. مفيش حاجة يا عماد، كمل انت اكلك. برضه مصممة؟ وبعدين معاك يا ماما. وبعدين معاك انت. هو انت عشان بتصرفي على البيت وعلى اخواتك خلاص هتكسري عيني وتقطعي لساني؟ الله يسامحك. يا ماما هي راحت فين يا ماما؟ هو احنا في راحت فين؟ مالك يا ماما؟ يا ده نعم ايه؟ لو ماما سألت عليا قولي لها انا مش هتأخر. ولو سألتني راح فين؟ ما قلتليش. مين جه؟ محدش جاي الصغار. بس انا سمعت قفلت وفتحت الباب. ده الاستاذ جمال، اصله جاله تليفون لبس ونازل وقال لي انه مش هيتاخر. بمناسبه التليفون، هو انت كنت هتطلبي مين؟ ها ابدا، ده الاستاذ جمال بعد ما رد الظهر ما حطش السماعه كويس، كنت بعتلها. طب ممكن تعملي لنا شاي؟ من هنايا حالا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي يخلي صفية تكذب؟ انا لما دخلت عليها ما كانتش بتقدر السماعة ولا حاجة، كانت ماسكة السماعة على ودنها وكانت هتطلب رقم. طب مش يمكن كانت عايزة تتصل بحد وكسفت منك؟ كون يعني عايزة تتصل بمين؟ تفتكري كانت عايزة تتصل بالبوي فريند بتاعها؟ شفت ازاي بقى انا قدرت اضحكك؟ حتى السينما ما نفعتش. غصب عني. لسه برضه مش عايزه تفتحي لي قلبك وتحكي لي؟ اكيد هتيجي لحظه وتلاقيني جايه احكي لك كده من نفسي، بس لما اقدر اتغلب على خجلي. خجلك؟ خجلك من مين؟ مني انا؟ ابدا، خجلي من نفسي. انا بحاول افوق من كابوس يا غاده. على مهلك، على اقل من مهلك. انا اسفه. تفتكري افتكر ايه؟ خالتي اميره راحت عندنا البيت بس عشان تطمن على ماما. سهر ايه يا ست اميره؟ احنا الشغل عندنا مش مقطع بعضه، احنا بنسهر بس بحكم العاده. وبعدين لما ايمن يكلمني يقول لي خالتي عايزاك، انا لازم اركب صاروخ واكون قدامك في غمضه عين. متشكره قوي على ذوقك يا استاذ حسين، وسلامتك الف سلامه. على فكره انا ايمن ما قاليش غير من شويه. وانا كمان، أنا فين وفين لما عرفت، لكن معلش مش وقت عتاب.
اصل الحمد لله بقى زي الفل، قلت مفيش داعي اقلقكم، ومع ذلك حقكم عليا، انا اسف. الحمد لله، قدر ولطف، عمري الشقي باقي. ربنا يخليك لينا يا حسين، ولا يحرمناش منك ابدا. مجيده. الله مجيده. هي كده دي ماتت قريب، ما انت عارفه. طب انا هروح لها. خليك انت يا خالتي، انا عارف دواها. أمرينا ست الكل. الامر لله يا استاذ حسين. اولا انا جايه لك في موضوعين. فيهم موضوع انا عارفه وبترجاكي تاجليه شويه. الجرح لسه حي يا ست ام جمال، وكل ما هنقرب له هينزف اكتر. يا ريت نسيبه شويه على الاقل لغايه ما النزيف يقف. خلاص يا استاذ حسين، على كل حال عبلة عندي في البيت ومنوراه لغايه اعصابنا كلنا ما تهدى. يفعل الله ما يريد. طب نيجي بقى في الموضوع التاني. جمال كان جالك وشال عندك امانه عشان تخبيها. مالها عدم مؤاخذه؟ عايزينها؟ بالعكس، اسمعني كويس يا استاذ حسين. سامعك يا ست الكل. احتمال جمال يجي يطلب منك الامانه دي عشان تديها له. ايوه. اوعى تديها له. انت بتقولي ايه يا ست ام جمال؟ بقول لك اوعى تديها له. ايوه بس ما تأخذنيش في دي الكلمه. الراجل شال عندي امانه، والامانه تترد لصاحبها لما يطلبها. هو صحيح انت والدته ومحدش يخاف عليه ويعرف مصلحته قدك، بس يعني المساله. المساله لو انت اديت له الامانه دي يبقى ضيعته. بالراحه عليا يا بنت الناس. انا هبقى ضيعت جمال ازاي لو رديت له حاجته؟ جمال ضاع مره يا استاذ حسين، كان غافل ونيته سليمه وما خدش اخوانا عبد المنصف وطارق، استغلوا طيبته وضيعوه. وانا حمدت ربنا انه فتح له طريق نجاه، انهم يوافقوا ويخلوه شاهد ملك، وقلت فرصه. وانا بحاول ابني حياتي من جديد انا وبنتي، احاول مع ابني واخليه يبتدي من جديد على نظافه عشان يستاهل يبقى ابن ابوه، ويبقى استشهاد رأفت غره في جبينه، ودم رأفت والتراب اللي شربه ما يندس بجزم الشياطين اللي عايزين يمسخوا روح ابنه ويصطادوه، وفعلا رموا له الطعم. ولو سلمته اللي عايزينه السناره هترشق في حلقه وهيروح من غير عوض. لا كده يبقى لا والف لا. واطمني يا ست ام جمال، مش انت لوحدك اللي هتحميه، انا قبلك وابني ده اهو، وكل اللي طلعوا من نفس عجينه رأفت هيردوا له دينه في ابنه. انا اخترت ابقى واقعي يا علا. الناس دول اقوياء لدرجه انهم مش خايفين النشهد ضدهم، عاملين حسابهم يمتصوا الضربه ويتحملوا نتائجها، وبيقدموا لي فرصه عمري ان اقوم من الكبوه واطلع من الحفره اللي وقعني فيها جوز امي وجوز اختي. في مقابل ايه؟ أوراق وشرايط لقيتها بالصدفة، وما هياش بتاعتي ولا مسؤوليتي. طب وإيه اللي محيرك ما دمت اخترت إن أنت تبقى واقعي زي ما بتقول؟ مش عارف. يمكن خايف إن هما ما ينفذوش اتفاقهم معاك؟ إزاي؟ يعني بعد ما تسلمهم الحاجات اللي هما عاوزينها ينسوا كل وعودهم وما ينفذوش اتفاقاتهم معاك. قلقتك؟ يعني بس انت برضو نبهتيني لحاجه مهمه قوي، ان انا لازم احتاط لنفسي. بس استني. لا 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 لا. ايه؟ هما مش ممكن يعملوا كده. دول هيدفعوا لي سنه مقدم، يعني 60,000 جنيه. ياه، 60,000 جنيه مره واحده؟ اعتقد ده ضمان كافي قوي. جميل، انت فعلا كده؟ يعني ايه؟ يعني ساذج وعلى نيتك. انت ليه بتقولي كده؟ لأن في سؤال مهم جدا ومنطقي جدا أنت ما سألتوش لنفسك. سؤال إيه؟ الحاجات اللي هم عاوزينها منك دي لو هم هيشتروها تسوى 60,000 جنيه ولا أكتر؟ وبعدين؟ هتفضل ساكت كده كتير؟ بص أنا ما كانش قصدي أضايقك، أنا بس برد على الكلام اللي سمعته منك. وعموما يا سيدي انا اسف. لا 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 ما تتاسفيش، انت ما غلطتيش. انا كمان لا يمكن ازعل منك ابدا. يمكن اكون بس رجعت للحاله اللي كنت فيها قبل ما اكلمك واطلب منك اننا ننزل نشوف بعض.
كمان الموضوع ده قلقني قوي، رغم يعني ان انا بتظاهر ان انا خلاص قررت واخترت. وكمان هروب سهى برامز وضياع ابني مني راسب على قلبي زي الحجر. كنت بفكر فيكي و... وايه يا جمال؟ مش عارف، انا محتاج لحد، محتاج قوي، خايف اقول ان محتاج لك انت بالذات. خايف ليه؟ خايف اكون بفرض نفسي عليكي. وانا كده ما عنديش شخصيه سلبيه، ما عنديش احساس، هسيبك تفرض نفسك عليا واقف اتفرج؟ يعني هتجامليني او هتشفقي عليا او تتحرجي يعني؟ طب و... لو قلت لك ان انا اللي لادي طلعت البلكونه وشغلت الكاسيت ودورت الاغنيه اللي انت سمعتها عشان تسمعها، هتصدقني؟ هو جمال نزل امتى؟ ها؟ طيب بالسلامة حضرتك بقى خالتي. انت مش هتطلع؟ لا لا لا, لا مش وقته يا خالتي طبعا. تصبح على خير حضرتك. وانت من اهل؟ عشان يبرد. حلوه. لموا الدور، مش عايزين مشاكل. اجري على شوشه. يلا السخن، مين عايز السخن؟ بتاع ربيع السخن كل مولع الليله سخن. انت بتلم ولا لا في ليلتك الاباب دي يا جدع؟ انت بتكلمني انا؟ ايوه بكلمك انت، على الله تخلي عندك دم وتحس. جري انا في ايه؟ انت في على دماغك بطحه ولا ايه حكايتك بالظبط؟ بس يا نعيم، بس يا فكري، بس ايه يا انصر؟ ما انت شغال معاه من الصبح. بس انا المحقوق، انا كنت نوق ما جيش القهوه المعفنه دي تاني. انا مش عارف ايه اللي رماني على هنا. معفنه؟ معفنه يا فكري، الله يسامحك. انت ايه اللي حدفك علينا تاني؟ انا عامل القهوه برج مراقبه وقاعد وعامل لي فيها نضورجي. صلوا على النبي امال، ما تصلوا على النبي توحدوا الله امال. روقوا نفسكم بالبوريك السخن بتاع ربيع السخن. وانت الاول يا فكري عشان تروق وتهدى. بوريك انت كمان، انا ناقصك. استنى يا عم ربيع، استنى. حرام يا ايمن يا ابني، نعمه ربنا ما تفضلش مرميه على الارض. اللي رماه هو اللي يشيله يا عم ربيع. يا استاذ فكري، لو سمحت البوريك اللي وقعته من ايد عمك ربيع انزل هاته. اجري اجري انت كمان يا بابا. اجري فين يا فكري؟ اجري فين يا فكري؟ التاني واخر مره بقول لك انك غلطت في حق عمك ربيع وفي حقنا كلنا، واقل تصرف تصلح بيه الغلط ده انك تنزل تشيل نعمه ربنا اللي رميتها على الارض وتعتذر للراجل اللي كان جاي لك عشان يهديك ويروق دمك. وما عملتش كده هتغصبني ولا هتضربني؟ مش هغصبك ولا هضربك، بس الناس دي كلها واهل الباب اللي باجمعهم هيقطعوك، مش هيتعاملوا معاك باي شكل يا فكري. ولا الحلواني ولا الفرارج ولا البقال ولا الخضري ولا عمك عادل الكروان بتاع المطعم ولا ايه يا جماعه؟ انا اول واحد مش هتعامل معاه. ولا انا. كلنا مش هنتعامل معاه. بس بس يا اخوانا، انا عن نفسي مسامح فكري عليه، ومحدش هيشيل البوريك ده غيري. عنك يا ابو كمال. عليا اليمين، ما حد هيشيله غيري. بس يمين على يمينك انت وهو، ده انا اللي شايف. عطوة. نعم معلم. انفضت اللمه يا عطوة. انفضت يا سعادش، براو على ربيع لحقها قبل ما تولع.
بقى فكري واقف ومبلول كيف الفرخ اللي وقع في الترعه. يستاهل اللي جراله، ده واد ماسخ وشراني. فارقين اخواننا بينه وبين اخوه. ايش جاب لي جاب يا رجب بيه؟ الدكتور شلبي ده صنف لوحده. سبحان الله، اهم دول اخين، شوف ده ايه وده ايه. كتر خيرك يا سرمسيس، بس عدم المؤاخذه يعني كفايه اكل بقى. عجايب عليك يا ربيع سخن، انت تكره ان انا اريحك من الوقفه واخلص لك على الطريحه كلها؟ طب ايه رايك بقى ان انا بعد العشر بركات اللي انا مسحت بيهم زوري دول هروح اضرب عشوه محترمه عند عادل كروان واحل من عند حمدي. الف صحه وعافيه. بس يعني مش غريبه شويه هي عدم المؤاخذه يعني ست ام رمسيس؟ مش طبخ الليله ولا ايه؟ شفت الناس في شارع البابلي يا جمال؟ تفتكر اللي حصل الليله معناه ايه؟ مش عارف يا ماما، كانت بتمر علينا سنين في الفيلا بتاعتنا وما نحسش باي حد حوالينا، يعني كانوا يتلموا على حادثه عربيه او خناقه بوابين ويتفرجوا كده من بعيد، ونادر لما حد يكلم التاني، ولو كلمه ما يردش عليه وكانه بيقول له واحنا مالنا. انما الناس هنا في شارع البابلي بتتونس ببعض حتى لو اتخانقوا. هنا وهناك كاننا في بلدين وكأن الناس صنفين. وتبطل أرنانة يا أنصر. دي مش أرنانة يا حبيبنا، دي تحية. ما أنت عارف رشد الأنصر يموت في الحب والحبيبة، ما يصدق يلاقي عصفورين مولفين على بعض إلا ويقعد يغني لهم ويتنهد معاهم ويعد لهم النجوم، وساعة الجفا بقى يعيط بالنيابة عنهم. قول كمان يا مصوراتي. لا وانت حبيب قديم يا رشدي مش كده؟ حبيب قراري وشرفة بس قليل البيض. حب وتلوع ولا طلشي على راي عمنا صلاح شاهين. ده اللي شاف حمص ولا كلش يا فقر. ايه شايفة على وشك كلام كتير. خير؟ ولا انا عايز اتكلم معاكي بس ليا طلب الاول. اتفضل يا عمر. اقفل، انت عارف ان انا ايديا فرطه واللي في جيوبي مش ليا. لا مش قصدي، علا انا عايزك تتعاملي معايا باعتباري راجل البيت، مش اخوكي الاصغر منك اللي انت بتصرفي عليه وبتربيه. انت بتطلب حاجه متحققه فعلا يا عماد، انا فعلا بعتبرك راجلنا هنا. قول كل اللي انت عايز تقوله وانا هسمعك. انا مش هقول حاجه، انا هسال سؤال واحد، انت في بينك وبين جمال رأفت حاجه؟ طب اعرف الاول ايه اللي خلاك تسال السؤال ده؟ يعني اللي ينزلك من بيتك بالليل بتليفون وتروحي تقابليه وترجعوا سوا قدام اهل الشارع كله، يبقى لازم يكون في بينك وبينه حاجه. ما اقدرش اقول لك مفيش حاجه، لكن في الوقت نفسه ما اقدرش اقول لك ان في حاجه. عارف يا عماد احنا لسه في المنطقه اللي بنخطي فيها بتردد، كل حد فينا بيختبر الأرض قبل ما يدوس علينا عشان ما نغرسش في رملة متحركة ممكن تبلعنا. ولا أنا متأكد من دماغك ومش قلقان عليكي، بس ماما عارفة هي لسه بتعيط؟ لسه داخلة أوضتها قبل ما أنت تيجي مفيش خمس دقايق، متهيألي لسه صح؟ أنا هدخل لها. أنا هنزل أشوف الأستاذ علاء اتأخر ليه؟ الساعة داخلة على واحد. ابعدي عني يا بنت ابراهيم، ادي راسك اهي. اه اضحكي عليا وكلي بعقلي حلاوه. اوعي يقوم في بالك ان المحلسه اللي انت بتعمليها دي هتغير اللي في دماغي. وايه اللي في دماغك بس يا جميل؟ شوفي يا علا، انت في ليالي كتير بتنزلي متاخره عن كده، حتى لما اخوكي ما بيبلغش يروح معاكي ببقى متاكده ومطمنه ان انت رايحه شغل. لكن لما تنزلي بقى في وقت زي ده تقابلي فيه راجل مفيش بينك وبينه شغل، لازم اقولك عندك حسبي، احنا مش في اوروبا ولا في حتت الناس الهاي اللي ما يهمهمش الحاجات دي، احنا في عابدين يا بنتي، في وسط ناس لا يعرفوا يغمضوا عينيهم ولا يداروا وشهم ولا يقولوا مالناش دعوه. انت بتقولي لي الكلام ده كاني مش عارفاه يا ماما، ده انا حافظه. وبعدين خليني اسالك سؤال، انا عملت ايه يستاهل انك تسمعيني الموشح ده كله؟ كل ده عشان نزلت قابلت جمال رأفت الساعة 10 بالليل؟
طب ما انا كنت بنزل اقابل فكري ايام ما كان في بينا كلام ومشروع خطوبه. كان ايه اللي حصل يعني؟ ايه الفرق؟ لا في فرق. فكري خالي وابن حتتنا من زمن، لكن جمال متجوز ومخلف وما نعرفوش الا من شويه صغيرين، وعليه قضيه والجرايد بتقول في القضيه كلام يمخول العقل. ظروف وناس قريبين منه ورطوه جابوا رجله. بس يا ماما لما تقربي منه هتلاقيه بني ادم حساس قوي ونضيف جدا وفي محنه. يا ماما ده مراته اتخلت عنه في عز ازمته وهربت بابنه الوحيد على بره، وهو قاعد هنا لا عارف يشتغل ولا عارف يعمل حاجه في حياته. قوليلي بقى، حرام لو تعاطفت معاه ووقفت جنبه؟ لا مش حرام، بس ما تسيبيش نفسك تتعلقي بيه والعطف ده يبقى حب، لان الحب في الظروف اللي زي دي مش هيضر حد غيرك. هو مش هيخسر حاجه، وممكن مراته وابنه يرجعوا له في اي لحظه، وساعتها بقى هتلاقي نفسك متعلقه في الهوا. وبعدين قوليلي، هو انت عايزه تصومي تصومي وتفطري على بصله؟ بصله معلوم بصله، ما انت لسه عماله تقولي وتعدي في ظروفه ومش لاقي شغل وحكايته حكايه. صدقيني يا علا، مش ده الراجل اللي يساعدك ويعوض صبرك خير على قد ما شفتي وتعبتي. هبتدي الليله اسجل يومياتي. الفكره جات لي من زمان، قالها لي واحد قابلته في مؤتمر من سنتين في دمشق. قال لي ممكن تكسل تكتب لكن مش هتكسل تتكلم، والليله ليها وضع خاص قوي بالنسبه لي، علشان كده اخليها البدايه. بس اقول ايه؟ اوصف مشاعري؟ ما بعرفش، انا مش شاعر ومش عايز اقول حاجه لسه في علم الغيب. جوايا حاجه بتتكون زي برعم بيتفتح، هسيبه على مهله مش هستعجله. ادخلي يا دادة صفية. عايز حاجه من دادة صفية؟ سوري يا ماما، اصل دادة صفية كانت وعداني بكوبايه عصير تعملها لي وافتكرتك. هي غريبه، ده انت لوحدك؟ طبعا لوحدي، هيكون مين معايا يعني؟ اصل انا كنت ماشيه قدام الاوضه سمعت صوتك، طرطقت وداني وتاكدت. اصل انا كنت بسجل لنفسي. ايه بتغني؟ اغني؟ ده صوت برضو بتاع غنى يا ماما. انا كنت بملي مذكراتي بسجلها بوقي كده عشان بعد كده افرغها في ورق. اكيد عندك كلام كتير الليله هتقول. وش معنى الليله؟ قول. ماما انا عايز اتخلص من الكابوس ده بقى، عايز استأنف حياتي اللي انقطعت ومستقبلي اللي اتجمد، عايز اعيش واحب وابني اللي اتهدم من جديد، عايز اتخلص من الخوف والقلق والمطارده. انا مش هستنى لغايه اما اشحت، انا عملت جوله عشان الم ديوني القديمه، اللي تهرب مني واللي انكر الدين واللي دفع لي ربع فلوسي وكانه بيرمي لي صدقه. جمال انت متوتر كده ليه؟ انت مش كنت قررت انك ترجع الملفات للناس اياهم وديسك الكمبيوتر مقابل انهم خلصوك من المشاكل بتاعتك؟ اه هو ده اللي انا هعمله. انا متاسفه يا استاذ جمال، اصل الخلاط باص واضطريت استلف خلاط الست ام رمسيس. مالك يا ابني؟ مالك يا راجل؟ في ايه؟ مصاريني بتتقطع. حاسس بايه؟ طب قوم 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 اشتري على الكرسي. قوم قوم يا ابني، حاسس بسلامتك يا حبيبي. تعال قوم تعال يا راجل. حاسس على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه ايوه، زي ما سبته قاعد قدام التلفزيون وحاطط الاكل اللي في البيت كله قدامه. سكتوا البت دي، اراهن ان هي حاطه لي حاجه في طبق البيكم بالبيت. حاسس بايه يا رمسيس؟ حاسس بايه يا ابني؟ بطني يا بابا، مصارين يا ماما. سلامتك يا حبيبي. قوم يا رامي يا حبيبي. قوم روح الحمام. لا لا مش عايز الحمام. طب استنى استنى ما اجيب لك سبازمو كانيولاز. ما تتعبيش نفسك، ده عايز له غسيل معده. وده وقته؟ انت في التلفزيون يا حنة. اه ارحمنا يا رب.
انت اللي اكلت كل ده لوحدك يا رام؟ بيكون بالبيض ومكرونه ورز ولحمه ونص صينيه بطاطس. كير يا ليسون. قوم يا رام يا حبيبي، اسنده يا بابا عشان ياخد الحبوب دي. حبوب ايه؟ حبوب ايه يا ناس؟ انا بموت. انا بقترح حقنه شرجيه هتريحه وتخليه يقوم زي الحصان. فكره مش بطاله، حقنه شرجيه بالشيح. انت بتصدقها يا مينا؟ طيب يا ريتو كريس، استني عليا مش وقته، بس والمسيح الحي لا يكون ليا معاكي حساب. انت ايه؟ اخوكي بيتقطع قدامك وانت واخداها هزار؟ اتفضلي اكتبي له الدكتور. وايه الجديد بس؟ هي دي اول مره يجي له تلبك؟ ده بياخده زي دور الرشح كل شهر. بس سكتوا، البنت دي مش عايز اسمع صوتها. اطلبي الدكتور عربي. هقول لك ايه، انت اللي غلطان، انت اللي حطيت نفسك في الموقف السخيف ده. ما انت عارف الحقيقه، عايز ايه من واحده مش طايقاك ومش قابلاك ووصل بيها الامر انها تضربك؟ انا بعت ماما تخطبها عشان اقطع العرق وسح دمها شرايين. يا راجل بلاش كلام خايف بقى، عرق ايه اللي هتقطعه؟ الدم ايه اللي هتسيحه؟ هو في بعد حرق الزرع الجيره؟ ما تفوق لنفسك بقى، حافظ على شويه الكرامه اللي فاضلين لك. ما تثقش بقى فيها، ومحدش يقدر يمس كرامتي يحط كده في دماغك. ها لسه هاي مس، ما تمست وتهرست وتفعصت. انا نازل جاي من العياده في شارع البابلي، ما لهمش سيره غير فكري. عمل ايه مع ربيع السخن؟ ايمن الباشا عمل ايه مع فكري؟ بقيت معيره وعاندت معاه. انت فاكر ايه يعني؟ انا عايز افهم، انت فاكر ايه؟ عمال تسبخ لي من الصبح وتقتت في طينمان اهلي، مالك؟ لكل شيء اخر يا اخي. ولا فكري، سيب اخوك، انت اتخبلت في مخك. بقول لك ايه، لو سمحت اسكت انت كمان. وانا سيبيه يا نيل. عايز تعمل ايه؟ عايز تضربني ولا عايز تقطع هدومي؟ اتفضل، انا مش هحوش على نفسي. هو مين ده اللي يضربك؟ معاش ولا كان اللي يمد ايده عليك يا دكتور؟ والله كنت اقطعها. اكون بريئه منك ليوم الدنيا فكر يا ابني بطل، ان ما بص راس اخوك حالا وحققت نفسك له. معلش يا ابني عشان خاطر اوعى تزعل. مفيش حاجة هنا، انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه، واد غلبان وقليل الحيلة. بعد اذنك ارد على التليفون. اتفضل. الو، مساء الخير، نيتو كريس. اهلا وسهلا. لا لا لا، اموري رمسيس. طيب حالا هلبس هدومي وافوت على العياده اجيب الشنطه واجي. لا لا لا، ما حدش يديله اي حاجه لحد ما اجي. الحياه السخنه قبل ما يبرد. بقول لك امشي معايا عدل وخلي ليلتك تعدي. ما انا ماشي معاك في ايه؟ بعدين سيب ايه يا عم، انت مالكش ضرب عليا. لا ليا ونص، اتفضل خش معايا البيت بالذوق احسن لك. ايه يا اولاد مالكم في ايه؟ عايز يضربني الباشا. ايه ده؟ معقول يا عماد؟ هو ما تعرفش عمل ايه؟ الله 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 الله، ايه يا اخوانا في ايه؟ ما تسيبوا الدكتور يعدي يشوف شغله. طب اهو طلع لمين يا دكتور؟ لرمسيس يا سيدي، اخته اتصلت تستنجد بيا، بطنه وجعاني المره العاشره. شو قلت لك يا سخن؟ خف على الجدع، او البوريك بتاعك ده كتم على الانفاس وطبع على مراوحه. تعالى طلع معايا. يلا يلا فضل. انا لو قلت لك رمسيس كل كام واحده من دول مش هتصدقني. الحقيني يا ماما. في ايه يا غاده؟ شاهد فيها حاجه؟ لا دي عبله. مالها عبله؟ استهتني وراحت الحمام وقطعت شرايينها. عبله، انا حصل لعبله النهارده بيقول ان في حاجه في البيت غلط وفي علاقتكم ببعض. انده لي الدكتور شلبي بسرعه. انت عارفه كويس اني مش هرجع مصر تاني. بلاش نتكلم في الموضوع ده، خلي نهارنا يعدي. ده انت لسه هتتاسفي كتير قوي. استفتي قلبك يا جمال، اوعى تكون زعلان مننا يا دكتور. انت مفيش فايده فيك. جوز خالتي لو سمحت، الموضوع لا يحتمل اي مراوغه. انا عندي شك في الولايه صفيه دي، في حاجه غريبه قوي في دادا صفيه يا ماما من ساعه ما رجعت. طيب ده تطور ايجابي جدا. قطعت الراجا وانصر، يمكن تكون دي اخر مره نشوف فيها باريس. اهي دي المفاجاه بجد. لو ضايقتك اندهيلي. حاسس بحاجه يا جمال؟ بركه دعاء الوالدين.